الاختناقات المرورية تجبر المدن الكبيرة على تحديث شبكاتها الطرقية بالجسور والأنفاق والاستراتات السريعة كما في العاصمة المصرية. ولأكثر من سبب قد يأتي ويقترب أحد الجسور من الشقق السكنية إلى حد غريب، كما حدث في الجيزة منذ فترة بهذا الجزء من محور الملك سلمان. لكن يبدو أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على المدن العملاقة المصرية، لأن هذه المرة اتجه الأمر شمالا إلى مدينة الحمام الساحلية التابعة لمحافظة مرسى مطروح، اسمها الحمام. الكوبري الجديد يمر داخل شرفة بلكونة. بلكونة يعني شرفة وبلكونة، وهذه هي الصورة له، بمسافة نصف متر بعيد عنها في منطقة مسجد عسكر ووسط مدينة الحمام الساحلية. هذا هو الجسر من جهة أخرى، ويبدو أنه أوضح بكثير. أكل البلكونة، أكل البلكونة من هذا الطرف، ابتلعها ويريد إكمال طريقه، أصبح جزءا من المبنى. وكما يظهر لن تستغرب أن يوجد هناك تصدعات في المبنى إثر مرور الجسر. تواصلنا مع أحد سكان الحي الذين تأثروا بهذا الكوبري العجيب الغريب، وأرسلوا لنا هذا الفيديو التوضيحي لما يحدث هناك، لنشاهد. علق المصريون على كوبري البلكونة. يقول رضا هلال: كوبري سكة حديد مرسى مطروح يصل بين الحمام والمطبخ بسهولة ويسر، تحيا مصر. أما بالنسبة لعبد الحليم العمدة معلقا على صورة هذا الجسر، يقول: ما تراه في هذه الصورة كوبري داخل مدينة الحمام الساحل الشمالي، ويظهر هنا عبقرية المهندس الكبرى داخل ما داخل يسلم على السكان. الإعلامي عمرو أديب استضاف محمد الحلواني صاحب عقار كوبري البلكونة بمرسى مطروح ليحكي تفاصيل الأزمة في برنامج الحكاية الذي يقدمه على MBC. حكاية الكوبري دخل عندكم في العمارة ازاي؟ من زمن كبير كنا سامعين ان في كوبري طالع بس عن طريق النيل سات او في شارع اسكندرية، ما كناش نتخيل هم هيصمموه في الحتة السكنية دي كلها. فجئنا احنا هم بيعملوا لسه بيحطوا مسامير كده علامات في الارض، في حضرتك التصنف حضرتك وبعض القنوات المصريه، وبعتنا الصور من قبل ما يعملوا اي حاجه في المنطقه. والمهندسين قالوا لنا ما تخافش يا حاج، ما فيش، مش هنيجي جنبك، احنا هنبعد عن البيت وكده. وانا عملت حضرت محضر بتاشيره من النيابه، المحضر بتاريخ 11/6/2020 إداري الحمام. الحاج محمد الحلواني صاحب العقار يكمل قوله بأنه تم وعده بعدم مساس منزله من قبل المهندسين. محدش جه قال لنا حاجة إلا ساعة بعد ما عملوا الخرسانات وقالوا البيت قرب عليه الكوبري، قال لا ده أنا مش عايز أجملك، أنا هناخد جزء بسيط من البلكونة اللي قدام حضرتك دلوقتي الصورة أهي كده أهو. واتفاجئنا إحنا إن الكوبري داخل جوه البلكونه بتاعت البيت، مش هيجوا جنبه ولا في حاجه. حساب حبيب الميالين يقول: كوبري يربط الحمام ويعبر المزلقان ويمر داخل شقه سكنيه في مطروح، يعني اللي يمر على الكوبري ده صاحب البيت يقول له اتفضل اشرب قهوه معانا. هذا رشيد يقول في تغريدته: هذا يدل على مدى استهتار السلطه المحليه قبل كل شيء، ثم استهتار المهندسين والقائمين على المشروع على الأجهزة المختصة، طردوا كل القائمين على المشروع ومحاكمتهم. دول هم اللي بيسيئوا لمصر، مش واحد كاتب مقال في السوشيال ميديا متأكد من أن السيد الرئيس لن يترك هذا الأمر. محي يقول: طيب ياخدوا البيت ويعوضوه بالفلوس وبكده تخلص مشكلة الكوبري والبلكونة. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.